العدد اللي هيحضر معانا هوفلي، ما اعرفش اذا كان يعني هيقل، بس دلوقتي انا ابتديت التسجيل بتاع المحاضرة. المفروض ان احنا النهاردة بنكمل المحاضرة بتاعتنا اللي هي في النتورك ثيوري. احنا كنا المرة اللي فاتت المفروض ان احنا اتكلمنا على اتكلمنا على الفولتج والكرنت فور نون تي اي ام، وبعدين اتكلمنا على الامبيدنس والادميتنس، واتكلمنا على الترانسميشن ماتريكس اي بي سي دي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السكاترينج ماتريكس. قبل ما نتكلم بس على السكاترينج ماتريكس، قبل ما نتكلم على scattering matrix محتاجين بس نريفيزيت كده اللي احنا قلناه في المحاضرات اللي فاتت او المحاضرة اللي فاتت. اولا ايه الاوبجيكتيف من اللي احنا بنعمله كله؟ يعني الاوبجيكتيف ان احنا عايزين نستخدم السيركت ثيوري في المايكرويف. طب ايه اللي منعنا او ايه اللي حيشنا ان احنا نعمل كده؟ اول حاجة حيشانا ان احنا ما بنعرفش نديفاين الفولتج والكرنت لنون تي اي ام. ليه ما بنعرفش؟ نتيجة ان الديفينيشن بتاعت الفولتج والكرنت بتعتمد في الاساس على ان الفيد يبقى نوت كونسرفاتيف، فالانتجريشن اي دوت دي ال المفروض يبقى اندبندنت على الباث، بس نتيجة فور نون تي اي ام الفيلد بيبقى نوت كونسرفاتيف، الفيلد اد كونسرفاتيف، فبينتج من كده ان احنا عندنا الانتجريشن بتاعنا بيعتمد على المسار بتاع الانتجريشن. طب كان ايه الحل اللي احنا، او يعني الناس اقترحت حل ايه؟ الناس اقترحت الحل، قالت طب خلاص احنا مش هنعتمد على ال conventional definition لل voltage اللي هو تكامل ال E dot DL، و هن come up with new definition. ايه هم ال new definitions اللي احنا هنستخدمهم؟ هنقول ان ال voltage directly proportional لل amplitude لل electric field في transverse direction، والكرنت دايركتلي بروبورشنال للامبليتيود بتاع الماجنتيك فيلد في ترانسفيرس دايركشن. معنى كده على طول ان انا عندي ثابتين سي 1 وسي 2. هجيب ازاي الثوابت ديت؟ هجيبهم فروم تو ايكويشنز. ايه التو ايكويشنز اللي هنستخدمهم؟ الايكويشنز الاولانيه ان انا بالنسبه لي الباور مكتوبه بدلاله الاي والاتش، هي نفس الباور اللي بتتكتب بدلاله الفولتج والكرنت. والحاجة التانية إن إحنا هنعرف الكاركترستيك امبيدنس هي نفسها الويف امبيدنس. بكده يبقى إحنا عرفنا فولتج وكارنت فور نان تي إي إم، فدي كانت أول مشكلة واتحلت. طيب المشكلة التانية ما كانتش مشكلة في الحقيقة، كانت لاك أوف انفورميشن. إحنا استعرضنا المرة اللي فاتت النتورك ثيوري، وتعرفنا على إزاي لو أنا عندي مالتي بورت نتورك 2 3 4 5 ازاي هنعرف لهم الزد بارامترز، ازاي هنعرف لهم الواي بارامترز، ازاي هنعرف لهم الاتش بارامترز، ازاي هنعرف الاي بي سي دي بارامترز. فاحنا كده استعرضنا برضو المره اللي فاتت المفاهيم الخاصه بالنتورك ثيوري. طيب ايه اللي بقى المشكله؟ يعني ليه الكلام ده مش مكفي؟ لان احنا لقينا ان انا مثلا لو هاجي ابص على الامبيدنس، انا عشان اقدر اعرف الامبيدنس وزد 11 او وات ايفر، هلاقي ان الزد 11 الزد 11 بتساوي في 1 على اي 1 under the condition ان اي 2 equal to 0. وفكره ان اي 2 equal to 0 ديت معناها ان انا عندي open circuit في البورت رقم 2. لو انا بتكلم على 2 بورت نتورك اوبن سيركت بورت 2، فطبعا
فكرة ان انا يكون عندي اوبن سيركت او شورت سيركت زي ما اشوف في الواي بارامترز مثلا، انا محتاج اوصل شورت سيركت مثلا في البورت الثاني. استخدام الاوبن سيركت والشورت سيركت از نوت ابروبريت لاسباب كثيرة، من اهمها لو انا بتعامل مع اكتيف ديفايس والباور خارجة من الديفايس دوت ورايحة البورت رقم 2، لو انا جيت حطيت شورت سيركت او حطيت اوبن سيركت يبقى على طول السيجنال ات ريفلكت باك اجين على النتورك. الباور تو ريفلكت باك اجين على النتورك ده معناه ان ممكن الاكتيف ديفايس بتاعي لو كان ترانزستور او ما شابه يتحرك. يبقى اذا الزد بارامترز، الواي بارامترز، الاتش بارامترز، الاي بي سي بارامترز مفيده جدا 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 فروم سيركت بوينت اوف فيو، بس من الواضح ان هم عندهم سيجنيفيكانت دروباك في حاله الكاركترايزيشن. ومن هنا وصلنا للسكاترينج بارامترز. السكاترينج بارامترز الفكره الاساسيه بتاعتها ان انا اللود اللي بيتحط في بورت رقم 2 هدفه في الاساس ان انا امنع الريفلكشن. فعشان كده هنعرف الاس بارامترز على اساس الاتي. هنقول اولا ان انا عندي البي نيجاتيف، انا عندي البي نيجاتيف خلاص بتساوي اس 11 في في 1 بوزيتيف، اس 1 2 في 2 بوزيتيف، اس 1 3 في 3 بوزيتيف اند سو. طب ايه بقى السات بارامتر ديت؟ فسيمبلي هنقول لو انا جيت اخدت 2 بورت نتورك زي الحاله اللي معايا ديت، فهنقول ان انا في هقول في 1 نيجاتيف بتساوي اس 11 في 1 بوزيتيف زائد اس 1 2 في 2 بوزيتيف. يبقى تعالى بقى نشوف الديفينيشن بتاعت الاس 11. فهنقول ان الاس 11 لو انا حبيت اقيسها هتبقى عباره عن في 1 نيجاتيف على في 1 بوزيتيف under the condition ان في 2 بوزيتيف equal to 0. وهنا السؤال يعني ايه في 2 بوزيتيف ايكوال تو 0؟ لو انا بصيت على التو بورت نتورك بتاعتي رسمتهم هنا كده، خلاص فده بالنسبه لي الفي 1 بوزيتيف خلاص، وده الفي 2 بوزيتيف. طبعا ال V1 positive يبقى ال V1 negative هو الراجع وال V2 negative هو الراجع. ناخد بالنا في الحقيقة لأنها الرسومات يعني ممكن تعمل قدر من الكونفيوجن، بس خلينا نبص دلوقتي. أنا بقول إن ال S11 هي عبارة عن ال V1 negative على ال V1 positive لما يكون ال V2 positive equal to zero. معنى كده ايه؟ ال V2 positive معناها هي المفروض دي اللي داخله النتورك من الناحيه دي. انا مغذي دلوقتي من بورت 1، ده بورت 1 وده بورت 2، فانا مغذي من بورت 2، فجزء من الباور رجع ك V1 نيجاتيف، والبورت الثاني في والجزء الثاني من الباور خرج ك V2 نيجاتيف. فمعنى ان انا يكون عندي الفي 2 بوزيتيف ده معناه ان الفي 2 نيجاتيف هتروح تشوف لود خلاص، ولما تشوف اللود دوت nothing will return back. يبقى معنى كده على طول معنى ان انا يكون عندي ان الفي 2 بوزيتيف equal to zero ده بيكورسبوند على طول ان انا حاطط matched load ماتش لود عند البورت 2. وهي دي الفكره الاساسيه بتاعتي ان انا احط ماتش لود عند بورت 2 ف nothing is reflected back على الايه السورس بتاعي. يبقى اذا لما اقول في 2 positive equal to 0 معناها ان انا حاطط ماتش لود. يبقى انا كل ما فيها الفرق الجوهري ما بين الاس بارامترز
والواي بارامترز والزد بارامترز والاتش بارامترز والاي بي سي دي بارامترز، ان انا استبدلت الشورت سيركت او الاوبن سيركت بالماتش لود. اكتبها كده لانها دي مهمه جدا. ماتش لود مهم جدا 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 جدا. والهدف الاساسي من استخدام الماتش لود ان انا اي بريفنت الريفلكشن اللي تيجي من اللود اللي موجود على بورت 2 ويخش النتورك اللي عندي. طبعا تاثير الكلام دوت ايه؟ طبعا على الباسيف ديفايسز الكلام ده مش فارق في اي حاجه. وان كان ممكن برضو يعني تحصل مشاكل، يعني لو انا ببص على مقاومه زي كده وبعمل لها كاركترايزيشن وحبيت اعمل كاركترايزيشن باستخدام الواي بارامترز، الاقي ان انا اجيب الواي بارامتر هتلاقيني احط شورت سيركت على السورس. This is very dangerous برضو يعني. فالماتش دوت في الحقيقه بيعافينا تماما من فكره ان انا استخدم الشورت سيركت والاوبن سيركت ومما يترتب عليهم ريفلكشن. الريفلكشن دوت قد يؤثر على زي في الحاله الاكزامبل البسيط اللي انا بشرحه دوت اللي هو جاست يعني ريزيستنس بالشكل دوت، وحبيت اجيب الواي بارامترز بتاعتها، هلاقي ان انا لو حطيت الشورت سيركت هعمل شورت سيركت على السورس بتاعي نفسه، وده ممكن يعمل مشاكل كبيره طبعا. فالكونكلوجن الاس بارامترز حلت لي مشكله الريفلكشن، وفي نفس الوقت بقت ميجرابل كوانتيتي. اوكي، فده الاس بارامترز. طبعا النوتيشنز بتاعتنا برضو الاس بارامترز دي ده بقى ستاندرد في الستاندرد في الليتريتشر. خلاص بيجنريت فايل اسمه دوت اس 2 بي فايل، برضو ظريف ان كنتوا تعرفوا الكلام دوت. البرامج كلها بتجنريت فايل اس 2 بي واي 2 بي ان ان بي يعني اس ان بي، حيث الان ده بيكورسبوند للنمبر اوف بورتس، والاس بيميجر بيديترمن هل انا بقيس اس ولا واي ولا وات ايفر، والبي يعني بورت. يبقى اذا ده الفورمات بتاعت الفايل اللي طالع من النتورك انالايزر او من اي سيميليتور، يعني دي اللانجوج بتاعتها. واي 2 بي واي 3 بي زد 3 بي زد 4 بي ديبند، يعني الاس والان والبي. الاس هنا ممكن تبقى اس وواي وزد واتش وات ايفر، والان ده النمبر اوف بورتس، والبي يعني بورت. خلاص لو بصينا للنوتيشنز بتاعنا فجنرالي لما بنيجي نتكلم بنتكلم ان احنا بنقول اس 2 1 ال1 دوت ده بيكورسبوند للسورس، الرقم الثاني بيكورسبوند للسورس، والرقم الاولاني بيكورسبوند هي للسيجنال رايح على اني بورت. فدي طريقه النوتيشنز بتاعتي. خلاص اي اسئله يا شباب؟ لو سمحت دكتور كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. هو انا مش فاهم يعني لما يكون في 2 بوزيتيف ايكوال 0 يعني انا حاطط ماتش لود، ما فهمتش الحته دي. بص يعني خلينا كده هرسمها تاني. ادي دلوقتي ادي النتورك بتاعتي اهي. خلاص وده بورت 1 وده بورت 2. لو انا نازل من بورت 1 فنازل ب في 1 بوزيتيف، ايه اللي هيحصل لفي 1 بوزيتيف؟ انا هعمل اكسايتيشن من ناحيه واحد دلوقتي. في 1 بوزيتيف ديت هيبقى في جزء راجع اللي احنا هنسميه في 1 نيجاتيف، وفي جزء من الباور او من الفولتج يعني هيطلع على بورت 2. اللي رايح على بورت 2 ده اكوردنج للنوتيشنز بتاعنا ده هيبقى عباره عن في 2 نيجاتيف. احنا النوتيشنز بتاعتنا ايه؟ خد بالك من فكره النوتيشن دي. النوتيشنز عندنا بتقول ان انا عندي لو البورت كده فالفي 1 بوزيتيف داخل وفي 2 بوزيتيف برضو داخل. معايا؟ معايا يا باشمهندس؟ مع حضرتك يا دكتور. خلاص؟ فدلوقتي نرجع للشكل الاولاني. الفولتج داخل عندي من هنا، السيجنال داخله من واحد، جزء منها هيرتد هيرفلكت بفي واحد نيجاتيف، وجزء تاني هيظهر عندي في البورت رقم 2. اللي هيظهر في البورت رقم 2 دوت هينزل على لود ار ال، صح؟ هيحصل ايه؟ لما ينزل على اللود دوت هيرتجع تاني. لما يرتجع بقى هيكون لي ايه؟ هيكون لي في 2 بوزيتيف اكوردنج للنوتيشنز المتفق عليها، ان اللي داخل النتورك من بورت 2 يبقى في 2 بوزيتيف.
معايا؟ يبقى اذا انا لما عشان اخلي في 2 بوزيتيف ايكوال تو زيرو، يبقى ترى ايه هو الكونديشنز اللي المفروض يتحط على الار ال؟ انا في 2 بوزيتيف يعني ده معناه ان الريفلكشن اللي جاي لي من الار ال، يبقى المفروض على طول كده ايه اقول ان ار ال ماينس زد نوت على ار ال بلس زد نوت ده ريفلكشن كوفيشنت ايكوال تو زيرو. عشان الكلام ده يتحقق يبقى لازم على طول الار ال بتساوي زد نوت. لو انا حطيت مقاومه في بورت رقم 2 مقدارها زد نوت، حيث زد نوت هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي، هينتج من كده ان السيجنال لما تنزل على الزد نوت nothing will be reflected. وضحت الفكره؟ فكونسيكونتلي هحقق الكونديشن ان الفي 2 0 ايكوال تو 0، الفي 2 بلس ايكوال تو 0. معايا يا باشمهندس؟ تمام، فهمت يا دكتور، شكرا. خلاص؟ تمام. اسئله ثانيه يا شباب؟ في اسئله ثانيه؟ أسئلة تانية يا شباب؟ طيب دكتور، هو البارامترز اللي قبل كده معنى كده انه ان احنا نستخدمها غلط؟ يعني بما انها بتبقى غلط على السيركت، فهو اللي قبل لا كده ده لا 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 أنجا، اسمك أنجا؟ لا إنجي، بس هو الويب سايت بتاع الكلية اللي كاتبني كده. طب بص يا إنجي، الموضوع في منتهى البساطة، ما حدش قال البارامترز غلط، البارامترز كلها صح، بس احنا بنقول البارامترز اللي احنا هنستخدمها فور سيركت والبارامترز اللي احنا نقدر نقيسها. واخد بالك من الحته دي؟ يعني كل البارامترز صح، الواي بارامترز والزد بارامترز والاتش بارامترز والاي بي سي دي بارامترز والاس بارامترز كلهم صح. واي نتورك، ودي لسه هنشوفها في السلايد اللي جايه، اي نتورك كان بي ديسكرايبد بدلاله الواي بارامترز والزد بارامترز والاي بي سي دي بارامترز والاتش بارامترز والاس بارامترز. خلاص؟ فاهم واضح الحته دي؟ اي نتورك اقدر اعمل لها ديسكريبشن بدلاله وات ايفر بارامترز. يتبقى عندي في الحقيقه سؤالين، ايه اللي هقدر اقيسه وايه الانسب لي ان انا استخدمه في السيميوليشن؟ فاهم السؤالين دول يا شباب؟ فاهمين السؤالين دول؟ السؤال الاولاني ايه اللي هقدر اقيسه من البارامترز ديت، والسؤال الثاني ايه الانسب لي ان انا استخدمه. السؤال الاولاني ايه اللي هقدر اقيسه، فقولا واحدا اللي بيتقاس هو الاس بارامترز. ليه؟ لان الاس بارامترز بيعافينا من استخدام شورت سيركت واوبن سيركت، وتبعات استخدام شورت سيركت واوبن سيركت عنيفه على السورس زي الاكزامبل اللي احنا شرحناه، او على النتورك اندر ستادي نفسها. فاللي بيتقاس هو الاس بارامترز. واضحه الحته دي؟ تمام. تمام. يتبقى السؤال الثاني، ايه هو الانسب للاستخدام؟ الانسب للاستخدام بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي لما احب اعمل اناليسز للدايره، هل يا ترى احسن لي استخدم الاس ولا استخدم الواي ولا استخدم الزد ولا استخدم الاتش؟ اللي هيجاوب السؤال دوت هي النتورك اللي عندي شكلها ازاي. هل يا ترى انا عندي تو نتوركس كونكتد ان سيريز؟ هل التو نتوركس كونكتد ان باراليل؟ هل التو نتوركس كونكتد ان كاسكيد؟ هل انا عايز اطلع البارامترز بتاعه الترانزستور؟ يبقى المطلوب من المساله هو اللي هيقول لي الانسب للاستخدام. واضحه يا انجي؟ تمام، واضح، شكرا. تعالوا بقى نشوف الحته كلها، معنى الكلام اللي انا قلته ده. هو الزد نود اللي هي في المعادله ديت بتاعت ايه بالظبط؟ ده سؤال رائع، السؤال ده جميل جدا. بص اصبر عليا وحطه في دماغك واوعى تنساه. خلاص، لان السؤال الزد نوت ده لوحده دي قصه جميله ولازم هنجاوبها يعني بتاني. يعني ده اساس الكورس بتاعنا. الزد نوت دي بتاعت ايه بالظبط؟ ده سؤال جميل. خلاص، بس خليه عند معاك كده واوعى تنساه عشان انا محتاج اجاوبه، بس حد يفكرني بيه. طيب نيجي بقى لاستكمالا لسؤال انجي. دلوقتي يعني احنا قسنا الاس بارامتر،
وبعد ما قسناها رحت انا جايب الدايره ديت ورحت عملتها كونكشن ان سيريز مع دايره تانية. يبقى معنى كده انا فروم سيركت برسبكتيف الانسب لي ان انا استخدم الزد بارامتر. يبقى على طول السؤال اللي بيسال نفسه، هل يا ترى في ريليشن بتربط ما بين الاس بارامترز والزد بارامترز؟ فروم جاست ماثيماتكس، مفيش اي حاجه في الموضوع. احنا عارفين ان الفولتج يساوي الزد في الاي. الفولتج عندي عباره عن في نيجاتيف زائد في بوزيتيف، الكرنت عباره عن الاي بوزيتيف ناقص الاي نيجاتيف. خلاص الفي نيجاتيف عباره عن زد نوت والفي بوزيتيف عباره عن زد نوت في اي بوزيتيف، يبقى اي نيجاتيف زائد اي بوزيتيف. اجمع بعد كده الاي نيجاتيف في حته والاي بوزيتيف في حته، اوكي، هجيب العلاقه اللي ما بين الاس بارامترز والزد بارامترز. ابسط علاقه عندنا على طول هي دي العلاقه اللي بتربط لي ما بين الاس بارامترز والايه الزد بارامتر. طبعا وممكن اجيب الزد بدلاله الاس، اوكي، وزي ما احنا شفنا المره اللي فاتت الزد والواي هو الفرق ما بينهم ان الزد بتساوي واي ماينس 1، واقدر اجيب الاي بي سي دي بدلاله الاس. وهنلاقي في بوزار في الحقيقه هو جايب لنا الاثباتات كلها اللي بتربط ما بين الديفرنت اس بارامترز او الديفرنت بارامترز الاس بالزد والزد بالواي والواي بالاي بي سي دي والاتش اند سو. هل كده يا شباب الصوره كملت قدامنا ولا لسه؟ ها اي اسئله يا شباب؟ طب هي اليونت ماتريكس دي هي تعبر عن ايه؟ ماتريكس اللي هي ولو زودنا الان لو الماتريكس اوف سايز ان هتبقى عبارة عن الدياجونال بواحد والاوف دياجونال بزيرو. تمام ماشي. شوية بروبرتيز كده للاس بارامترز. خلاص طبعا احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الدايرة ريسيبريكال والدايرة سيمتريكال. ريسيبريكال يعني ايه؟ ريسيبريكال يعني الاس بيساوي اس ترانسبوز، يعني بمعنى اخر الاس اي جي تساوي الاس جي اي، حيث ان الاي لا تساوي الجي. دي بنسميها ريسيبريكال نتورك. خلاص وسيمتريكال ده معناها كمان ان الاس اي جي بتساوي الاس جي اي حيث الاي بيساوي الجي، يعني اس 1 1 بيساوي اس 2 2 بيساوي اس 3 3. يبقى دي بنسميها ايه؟ سيمتريك. خلاص طيب الكونديشنز الثاني كنا احنا المره اللي فاتت برضو اتكلمنا عليه بالنسبه للنتورك، وكنا شرحناه بدلاله الزد بارامترز، وقلنا اللوسلس نتورك. وقلنا اللوسلس نتورك يعني الزد بارامترز الريال بارت بتاعها بيساوي زيرو، يعني الزد بارامترز كلها بيور ايماجينري. طب يا ترى ما الامبليكيشن بتاع الكلام دوت على الاس بارامتر شكله ازاي؟ يبقى اذا اللوسلس نتورك ان الاس ترانسبوز في الاس كومبلكس كونجكت بتساوي اليونت ماتريكس. معنى الاس بارامترز الكونديشن ده معناه ايه؟ ده كونسرفيشن اوف باور. معناها ان الاس 11 ماجنيتيود سكوير بلس الاس 21 ماجنيتيود سكوير ايكوال تو 1، يعني الباور اللي داخله بتساوي الباور اللي ريفلكتد زائد الباور اللي خارجه من الايه؟ النتورك. يبقى لوسلس نتورك بدلاله الاس بارامترز لو حبينا نعبر عنها ماثيماتيكالي without going into the derivation، بس الديريفيشن بيزيكالي جاي من العلاقه ما بين الزد ماتريكس والاس ماتريكس، ان الزد ماتريكس الريال بارت بتاعها بزيرو، مع تاثير الكلام دوت او الامبليكيشنز بتاعته على الاس بارامتر ايه؟ ان الاس ترانسبوز في الاس كومبلكس كونجكت بتساوي اليو. فيزيكالي معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام دوت ان الباور اللي داخله بتساوي الباور اللي خارجه زائد الباور اللي ريفلكتد من النتورك عندنا. اللي هو بمعنى اخر اللي احنا اخدناه زمان لو نفتكر مع بعض، جاما ماجنتيود سكوير بلس التي ماجنتيود سكوير بتساوي 1. فاكرين يا شباب القانون ده؟ القانون دوت اللي هو ريفلكشن كوفيشن الماجنتيود سكوير، دي ريفلكشن كوفيشن وده الترانسميشن كوفيشن. يبقى اذا الريفلكشن كوفيشن ماجنتيود سكوير بلس الترانسميشن كوفيشن ماجنتيود سكوير بيساوي 1. ده لما نيجي نعيد بقى صياغته بدلاله الاس 11 يبقى هنقول ان الاس 11 ماجنتيود سكوير بلس الاس 21 ماجنتيود سكوير بتساوي 1. واضح الكلام ده يا شباب؟
برضو من الحاجات التانية زي ما اتفقنا دلوقتي الريفلكشن كوفيشنز بنعتمد على الفيز خلاص، والفي نيجاتيف والفي بوزيتيف. يبقى اذا انا اول حاجة عشان اقدر اميجر الاس بارامتر لازم يكون عندي بلين بقيس عليه خلاص. طب لو انا حبيت يا ترى ارجع شوية واغير مسافة ال جوه الترانسميشن لاين، او اضيف ترانسميشن لاين اوف لينس ال على ناحية البورت، يا ترى العلاقة ما بين الاس بارامترز القديمة والاس بارامترز الجديدة هتكون ايه؟ بيزيكالي احنا عارفين ان الفي واحد بوزيتيف هي عبارة عن او يعني لو حبينا نكتب الفي واحد بوزيتيف برايم ديت هتبقى عبارة عن ايه؟ في واحد بوزيتيف برايم هي عبارة عن الفي واحد بوزيتيف خلاص في اي تو ذا باور ماينس جي بيتا، والزد اللي عندنا هيبقى ماينس ال خلاص، فتبقى في واحد بوزيتيف اي تو ذا باور جي ثيتا خلاص. وبالنسبه للفي واحد نيجاتيف هتبقى برضو الفي واحد نيجاتيف برايم هي عباره عن الفي واحد نيجاتيف اي تو ذا باور بلس جي بيتا، والزد عندنا هو ماينس ال فهتبقى عباره عن في واحد نيجاتيف e to the power minus j z. يبقى simply العلاقة ما بين ال s parameters اللي أنا هحسبها عند ال plane دوت وال s parameters الموجودة في ال plane الأساسي هو عبارة عن diagonal term لل a phase e to the power minus ال j theta، حيث ال theta بتساوي ال beta في ال l، ال beta هي ال propagation constant وال l هو ال physical length اللي بيفرق ما بين الـ initial port والـ port اللي أنا بري calculate عندها الـ S parameter. يبقى والـ example دوت زي بالظبط لو أنت ماسك كورة وبتخبطها في حيطة، لو أنت ماسك كورة وبتخبطها في حيطة لو قربت من الحيطة الكورة هتوصل لك بسرعة شوية، لو بعدت عن الحيطة الكورة هتوصل لك متأخرة شوية. لو فرضنا إن الكورة elastic ومفيش system lossless يبقى في الحالة ديت الفرق ما بين الحالتين هو جاست الديلي في وصول الكره، كل مره الكره بتوصل لك بس هيبقى في ديلي في الاثنين، الديلي دوت هو ده الاي تو ذا باور ماينس اس جي سي. طيب السؤال بتاع زميلكم الكلام ده كله كويس جدا 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 خلاص، بس عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه هي مشكله احنا في المايكرويف بنقيس ايه، والمشكلة التانية اللي هي الزد نوت دي عبارة عن ايه. دول مشكلتين في الحقيقة دلوقتي محتاجين نجاوب. اي اسئلة يا شباب؟ اي اسئلة يا شباب؟ طيب خلينا دلوقتي نبص على السؤال الاولاني ونشوف بقى الناس فكرت ازاي في السؤال الاولاني، وفكرة الزد نود برضو لأنها متداخلة معانا بشكل جامد جدا. إيه الزد نود ديت؟ إيه هي الريفرنس إمبيدنس أو الكاركترستيك إمبيدنس؟ طب أنا دلوقتي لو بميجر ترانزستور مثلا، إيه مفهوم الزد نود بالنسبة لي؟ يعني أنا ده لا في عندي ترانسميشن لاين ولا في كاركترستيك إمبيدنس، فيا ترى مفهوم الزد نود ده إيه؟ فده سؤال مهم جدا. أصلح السؤال لو سمحت. اول حاجه بالنسبه لنا في وخدوا بالكم الجهاز برضو يعني من المفيد برضو ان احنا نبص على الجهاز اللي احنا هنستخدمه. يعني طبعا الجهاز دوت ده اللي اسمه نتورك انالايزر. احنا عندنا الحمد لله في المعمل عندنا منه جهازين. في جهاز عندنا شغال لغايه 14 جيجا 14 جيجا هرتز، ده رودن جوارتز، واحنا مركبينه يوم ان شاء الله هوبفلي تخشوا المعمل عندنا، معمل اللي هو معمل الابحاث بتاع مايكرويف. في عندنا انتنا روم كبيره قوي بنكاركترايز فيها الانتنا، ده موصلين عليه الجهاز دوت ورودن جوارتز 14 جيجا.
طبعا اللي احنا شايفينه قدامنا دوت ده فور بورت نتورك انالايزر، وجنرالي الموجود عندنا في اللي موجود عندنا في المعمل تو بورت نتورك انالايزر. كل ما النمبر اوف بورتس بيزيد كل ما الجهاز بيغلى بشكل سيجنيفيكانتلي. وهنعرف دلوقتي ازاي نقدر نستخدم التو نتورك انالايزر تو بورت نتورك انالايزر عشان نكاركترايز مالتي بورت نتورك انالايزر. طبعا الجهاز التاني اللي عندنا لغاية 70 جيجا، ده شركة ياباني اسمها انريتسو، برضو تو بورت نتورك انالايزر. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز السكرين اللي قدامنا ديت هي زي السكرين بتاعت الكمبيوتر. اغلب الاجهزة دلوقتي بي سي بيزد نتورك انالايزر، ويعني طبعا كونكتد على الانترنت وفي يو اس بي، يعني يعني فيري تيبيكال كمبيوتر يعني، الا الجزء بتاع الار اف، يعني الجزء بتاع الار اف ان انا عندي ار اف سورس، والار اف سورس دوت بي جينيريت الار اف سيجنال. الار اف سيجنال ديت بتنزل على الدي يو تي، الدي يو تي المقصود بيها ديفايس اندر تيست، وبعدين السيجنال لما بترجع بعمل لها داون كونفرجن، بنزلها في الفريكوانسي لفريكوانسي اقل عشان اقدر احتفظ بالماجنيتيود والفيز بتوعي. فالعلاقه كلها عباره عن باور مبعوثه، الباور اللي راجع اللي راحت ديت الديفايس في جزء منها بيترانسميت وفي جزء منها بيرفلكت. انا لما باجي بعمل كاركترايزيشن وتستنج طبعا ما بشتغلش في الار اف، الار اف اللي ستاندز فور راديو فريكوانسي، يعني الفريكوانسي العاليه قوي، لا بنزل في الفريكوانسي، بنزل في حاجه اسمها الاي اف الانترميديت فريكوانسي، فريكوانسي صغيره قوي بقدر من خلالها اديتكت الامبليتيود والفيز بتاع الانسيدنت والريفلكتد والترانسميت. فده فكره الجهاز. طبعا في الجزء الار اف طبعا الجهاز ده غالي جدا، عشان بس نبقى عارفين السعر بتاعه. احنا بنتكلم فيما لا يقل مثلا الجهاز ب 14 جيجا دوت بنتكلم حوالي 30 35 الف دولار، يعني شوف بقى لما تحوله بالجنيه المصري يعني بنتكلم على حوالي 600 الف جنيه، والجهاز التاني كنا شارينه بحوالي 80 الف دولار، فاحنا بنتكلم في حوالي مثلا مليون وشويه يعني. فدي اجهزه مكلفه جدا، وعشان كده هي مش موجوده في ناحيه الطلبه يعني. دي اجهزه للبحوث يعني، بس بنسمح للطلبه ان هم ممكن يخشوا ويشوفوا المعيدين شغالين على هذه الاجهزه. فده الجهاز اللي بيستخدمه اسمه نتورك انالايزر. خلاص، والنتورك هنا ستاندز فور الدي يو تي الديفايس اندر تيست، يعني المقصود بالنتورك هنا الدايره اللي انا بعمل لها اناليسيز. اوكي، مش نتورك هنا مقصود بيها الكوميونيكيشن نتوركس او الجهاز نفسه عباره عن نتورك، لا النتورك هنا المقصود بيها الدي يو تي الديفايس اندر تيست، على اساس ان اني ديفايس اندر تيست كان بي تريتد از 1 بورت او 2 بورت او 3 بورت نتورك. اوكي، فده شكل الجهاز. طيب تعالوا بقى نبص على الجهاز دوت والتفصيلات بتاعته، هو بيقيس ايه بالظبط. اول حاجة الجهاز بيقيسها بنبص على الباور، وهنا تظهر لنا برضو الباور، يعني بالنسبة لي الباور عبارة عن V positive في I positive. خلاص، انا بقيس الـ P incident وبقيس الـ P reflected. فلو بصيت على الـ P incident هي voltage في current، لو انا شلت الـ current وقلت انه عبارة عن الـ V positive complex conjugate على Z node، في الاخر زي ما زميلكو قال ايه هي Z node، ده سؤال very fundamental في الحقيقة، بس at the end انا هبص على الانبوت باور ان هي عباره عن حاصل ضرب الاي في الاي كومبلكس كونجكت، والاي ديت هي عباره عن بنسميها الباور ويف. يبقى انا بشوف الباور وبطلع منها الامبليتيود اللي عندي الباور ويفز، والمفروض بقى يتبقى لدي بعد كده ان انا لو حبيت اجيب الفولتج اي نيد تو ديفاين زد نوت. وهنا نرجع لنقطه زميلنا اللي قالها، يبقى اذا انا لو حبيت اتكلم فولتج يبقى لازم اعرف زد نوت. لو انا مش هتكلم فولتج يبقى انا بتكلم على الباور ويفز الاي والبي، تو فاليوز كده ابستراكتد دازنت بالنسبه لنا يعني يعبروا عن الاس بارامتر، بنسميها الباور ويفز. ونفس الكلام برضو بالنسبه للريفلكشن، الباور ريفلكتد عباره عن فولتج في كارنت، ات ذا اند برضو هقول الباور ريفلكتد لو انا شلت الكارنت وان عباره عن في نيجاتيف كومبلكس كونجكت على زد نوت، فبرضو الباور ريفلكتد عباره عن بي في بي كومبلكس كونجكت، فبرضو الباور ريفلكتد ممكن اكستراكت منها السيجنال بي، البي ديت عباره عن ايه؟ هنسميها باور ويفز. انا عشان اقدر اعرف فولتج وكرنت يبقى محتاج اديفاين فاليو للامبيدنس زد. فدي نقطه مهمه جدا. طبعا السلايد اللي جايه بتربط لنا بقى الفولتج بالبي، فانا لو دلوقتي انا عندي الباور ويفز بقى انا عندي البي 1 والبي 2 بدلاله الاي 1 والاي 2،
البي واحد هي الريفلكتيف باور ويفز والاي واحد هي الانسيدنت باور ويفز. اوكي، وطبعا لو بصيت على المعادله بتاعت الاي زيرو على روت زد نود، فاحنا الفولتج عندنا عباره عن الفي نيجاتيف زائد الفي بوزيتيف، فالفي بوزيتيف عباره عن اي زيرو في الروت زد نود والفي نيجاتيف عباره عن البي زيرو في الروت زد نود، فهلاقي على طول ان انا عندي الفي الفولتج عباره عن روت زد نود الاي زائد بي، ونفس الكلام بالنسبه للاي. يتبقى دائما مشكله وات از زد نود ديت. اوكي طبعا يعني عايز بقى تكتب الاي بدلاله الفولتج هيبقى برضو نفس المشكله، الاي لازم يكون عندي زد نود ديت عشان اقدر اعرف اقدر اكلوز اللوب، يعني من الباور اوصل للفولتج والكرنت يبقى اي نيد تو ديفاين سبيسيفيك فاليو للزد نود اللي عندي ديت اللي هي الكاركترستيك. طيب طبعا كل الكلام ده برضو لو عم يعني لو كبرنا النمبر اوف بورتس اللي عندنا هيتبقى دايما اللي هي ايه الزد سي الزد نود دي. هنا بقى يا شباب ايه الزد نوت اللي هنستخدمها ديت؟ الكاركترستيك امبيدنس اللي احنا هنتكلم عليها والريفرنس امبيدنس بتاعنا. This is really very important، والسؤال ده زي ما قلت لكم في غايه الاهميه. النتورك انالايزر اللي قدامنا دوت هو ات اندز اب ان انا عندي بورت خارج منها الباور خلاص، وبعدين بورت ثانيه داخل فيها الباور، واللي واصل ما بين الدي او تي غالبا في كواكسيال كيبل. يعني انا لو بصيت حطيت رسمه كده يبقى انا عندي كابل كده وكابل كده خلاص، وادي الدي او تي بتاعي هنا، وغالبا الكابل دوت كيبل عادي جدا ليه كاركترستيك امبيدنس زد نوت كواكسيال كيبل يعني. فالناس في الاخر قررت ان هي لازم يكون عندنا ريفرنس امبيدنس زي بالظبط كده لما بقيس الارتفاعات. احنا اتفقنا الارتفاعات كلها هنقيسها بالنسبه لايه؟ لمستوى سطح البحر خلاص. فاحنا بالنسبه لنا برضو قررنا ان احنا يكون عندنا ريفرنس امبيدنس، اي ريفلكشن هقيسها هقيسها with respect to this reference impedance. يا ترى ايه الفاليو بتاعت reference impedance بتاعتي؟ تتوقعوا ايه يا شباب؟ ها يا شباب تتوقعوا ايه؟ شباب تبقى ريفرنس امبيدنس في الجهاز ذات نفسه؟ قيمتها كام؟ تتوقعوا قيمتها كام؟ 50 اوم بالظبط. 50 اوم ديت كانه رقم سحري. يعني هم اتفقوا نتيجه ان هم يعني سبحان الله الرقم ده يعني ممكن يثبت بعد ذلك انه رقم فاشل يعني. بس يعني هو نتيجة ان هم لما ابتدوا بالكواكسيال كيبل واكتشفوا ان الكواكسيال كيبل رقم 50 اوم دوت ده الافريج فاليو ما بين ال 30 وال 70، الواحدة فيهم بتكورسبوند للماكسيمم باور كاباسيتي ماكسيمم باور هاندلنج والمينيمم لوس وال 50 اوم، فقرروا ان هم يديزاينوا الكواكسيال كيبل على 50 اوم. كل السورس امبيدنس كل السورسز عندنا الريفرنس امبيدنس بتاعتها او سورس امبيدنس بيساوي 50 اوم، فالنتورك انالايزر بيشتغل على الريفرنس امبيدنس بتاعته 50 اوم. فوي ديسايدد ان احنا هنعمل كل الميجرمنتس عندنا ويز ريسبكت تو 50 اوم. تمام؟ فلما نيجي نرجع بقى باكورد كده للكلام ده كله من اول الشغل بتاع الاس بارامترز، السؤال بتاع زميلنا نقول عندنا الزد نوت بقى اللي هختارها هنا تبقى كام؟ ها يا شباب هي 50 اوم. يبقى اذا انا لو حطيت 50 اوم ولقيت nothing is reflected من البورت ديت يبقى انا كده تمام التمام. انا دلوقتي الامبيدنس ديت اللي انا بقيسها بتكورسبوند ل 50 اوم. والله لو لقيت الريفلكشن اللي جاي لي اعلى شويه ولا اقل شويه فهرفير كل حاجه للايه؟ لل 50 اوم. زي سميث شارت. سميث شارت يا شباب لما بيجي بنرسمها هي اساسا مرسومه بالنسبه لايه؟ لجيفن فاليو للامبيدنس ولا نورماليزد امبيدنس؟
normalize. نورمالايز مش شرط كلها نورمالايز. ليه؟ انا هي نفس الشرط خلاص، بس اي امبيدنس بتجيلي بقسمها على الايه الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين. تخيل بقى انا كل حاجه بالنسبه لي دلوقتي في الفيلد بتاع الار اف كله نورمالايز وذ ريسبكت تو 50 اوم. حتى لما بميجر ريفلكشن كوفيشنت بحط الاول ال 50 اوم بتاعتي ديت واشوف الريفلكشن كوفيشنت اللي جاي لي من ال 50 اوم بتساوي كام، وبعدين احط دي يو تي اندر تيست ديفايس اندر تيست انا مش عارف قيمته واشوف الريفلكشن اللي جايه لي منه. والله لو الريفلكشن اللي جايه لي منه زي الريفلكشن اللي جايه لي من 50 اوم يبقى الانبوت امبيدنس بتاعت الديفايس اندر تيست هي نفسها ال 50 اوم. لو الريفلكشن كوفيشنز مختلفه يبقى اذا الديفايس اندر تيست دوت الانبوت امبيدنس بتاعته عباره عن فراكشن او مالتيبل من ال 50 اوم، واقدر اجيب الايه الكورسبوندنج فاليو للديو تي. فال 50 اوم بالنسبه لنا زي مستوى سطح البحر كده، كل الفاليوز اللي عندنا كل الميجرمنتس عندنا ار كاليبريتد، وخد بالنا من كلمه كاليبريتد ويز ريسبكت تو 50 اوم. واضحه الحته دي يا شباب؟ شباب معايا؟ تمام يا دكتور. احنا كده عملنا كلوزنج لللوب، احنا كده قفلنا اللوب بتاعتنا، قفلنا اللوب بتاعتنا بمعنى ايه؟ رقم واحد قلنا عرفنا الفولتج والكارنت فور نان تي اي ام، وبعدين رقم اثنين شرحنا النتورك ثيوري كلها وقلنا ان احنا بالنسبه لنا اي نتورك كان بي ديسكرايب بدلاله ديفرنت سيت اوف بارامترز ممكن نسميها زد وواي واس واي بي سي دي واتش وات ايفر خلاص، والانسب يعتمد على ازاي النتورك ديت كونكتد في البيجا نتورك. هل انا محتاج استخدم الزد، محتاج استخدم الواي، محتاج استخدم الاس. وبعدين بعد كده قلنا ايه؟ قلنا البارامترز دي كلها ما ينفعوش ايه يتقاسوا، اللي ممكن يتقاس حاجه تكون بتمنعني الريفلكشن، فقسنا الاس بارامترز. واحنا بنقيس الاس بارامترز ظهرت لنا مشكله. ايه هي المشكله اللي ظهرت لنا؟ المشكله اللي ظهرت في الريفرنس امبيدنس اللي هستخدمها. انا عشان يكون عندي اس بارامترز لازم يكون عندي ريفرنس امبيدنس، فقررنا ان الريفرنس امبيدنس اللي هنستخدمها هي السورس امبيدنس بتاعت النتورك اناليزر. طبعا لسه في بقى ان شاء الله لما نتكلم بعد شويه في الديزاين بتاع الامبليفاير يعني هنعرف كل حاجه بقى، هنعرف الريفلكشن كوفيشن فور لامبد كومبوننت حتى يعني تقول لي ريفلكشن كوفيشن لامبد كومبوننت، احنا طول عمرنا بنعرف الريفلكشن كوفيشن لما يكون في ترانسميشن لاين اند سو وات. انت في الاخر ذيس از الديفينيشن، انا كل ما فيها هعرف ريفلكشن كوفيشن وذ ريسبكت تو ريفرنس امبيدنس، وكل الدايره بتاعتي هتبقى كاني بالظبط ايه بقول دايره على مستوى الريفلكشن. يا ترى النقطه ديت لو حصل فيها ريفلكشن وذ ريسبكت لل 50 اوم تبقى قيمتها قد ايه؟ النقطه ديت لو حصل فيها ريفلكشن وذ ريسبكت تو ذا 50 اوم او ريفرنس امبيدنس هتبقى قيمتها قد ايه؟ وكل الكلام اللي احنا كنا بنقوله في السيركت وبنقول لك لا ده ما فيش ريفلكشن في اللو فريكونسي ولازم يكون عندي ترانسميشن لاين، لا كل الكلام دوت ايه هنشيله ونقول لا ده الجنرال ثيوري بتاعتنا ان انا اي كان ديسكرايب الفولتج وات ايفر ات لو فريكونسي اور ات هاي فريكونسي از في بوزيتيف وفي نيجاتيف، والفي بوزيتيف والفي نيجاتيف ريليتد مع بعض عن طريق الريفلكشن كوفيشنت، والريفلكشن كوفيشنت احسبه ويز ريسبكت تو ريفرنس امبيدنس. ده ان شاء الله هيكون كلامنا بس بعد شويه. ده يا شباب طبعا النتورك انالايزر فروم ذا انسايد، وزي ما انتم شايفين كده طبعا ده السورس بتاعنا خلاص. وانا لما باجي بديزاين بوصل الدي يو تي، بوصل الدي يو تي ما بين بورت 1 وبورت 2 وبدخل السيجنال من بورت 1 خلاص، وبعدين بفصل في مسار الريفلكتد سيجنال عن الانبوت والترانسميتد بيروح لبورت 2، وبعدين بعد كده من جوه الجهاز في انترنال سويتش يروح يخلي السيجنال بعد كده جايه من بورت 2 خلاص، ومن بورت 2 تروح داخله على الدي يو تي، جزء يبقى ترانسميتد على بورت 1 وجزء يبقى ايه ريفلكت. اوكي طبعا الانترنال سويتش دوت دي نقله، يعني النتورك انالايزر اتنقل من مرحله زمان كان جاست بتحط الدي يو تي وانت فيزيكالي بتلف الدي يو تي مره يعني 180 ديجري، وبعدين بعد كده قالوا الكلام دوت طبعا مش صح فهنخلي السويتش انسايد الايه النتورك انالايزر. طبعا لو بصينا بعد عمليه السويتشنج ديت السيجنال بتنزل على الدي يو تي
وبعدين بعد كده السيجنال بتريفلكت باك، فبنعمل مسار هنا عن طريق بعض مايكرويف كومبوننت عشان افصل الريفلكتد عن الايه عن الانسيدنت، فده الريفلكتد عندي، وبعدين بعد كده ده الترانسميتد. وزي ما انتم شايفين دلوقتي اللي جاي لي بينزل على طول على ميكسر، وعندي الميكسر على مستويين، يعني ايه؟ بعمل داون كونفرجن، بنزل بالفريكوانسي عندنا ل 20 ميجا هرتز اول نازله، وبعدين النازله الثانيه بنزل ل 100 كيلو هرتز، وكل البروسيسنج للسيجنالز بيتم في الايه في اللو فريكوانسي عندنا اللي هي ال 100 كيلو هرتز، عشان اقدر اديتكت الامبليتيود بتاعي والفيز بشكل دقيق، وبعدين بعد كده النتائج اللي طالعه بعمل لها بلوتنج او بعمل لها اكسبورت على اس 2 بي فايل عندنا، ده احنا بنسميه الديجيتال بروسيس. تاني كده يا شباب احنا وي ار دان باي ذيس ليكشر، المحاضره بسيطه يعني مش محاضره طويله. خلاص، فهل يا ترى في اي اسئله؟ دكتور انا عندي سؤال بس على موضوع الزد نود اللي احنا لسه قايلينه. يا شور. هو ده احنا بنقول ان هي ليها زد نود عشان احنا عرفنا في و اي، فلازم يبقى عندنا زد نود، فعشان كده احنا كنا محتاجين ندفاين زد نود وديناه 50 اوم يعني، ولا انا فهمت غلط؟ انت عشان تعرفي الاس بارامترز زي ما احنا شفنا كده، انت عشان تقدري تقولي النتورك ديت ليها اس بارامترز وليها زد بارامترز وليها واي بارامترز وليها وليها وليها. لو بصيتي التحويله اللي احنا جبناها من الاس بارامترز للزد بارامترز، شايفه التحويله ديت؟ تمام. هنا لازم الاس بارامترز بتاعتي ما تبقاش افك النورماليزيشن، لازم اعرف انا بميجر الاس بارامتر ات ذا اند ات از ريفلكشن كوفيشن، صح؟ باي ديفينيشن كده الاس 1 هي عباره عن ايه؟ الريفلكشن من اللي هو الريفلكشن اللي حصل في بوينت 1 بالظبط، فيو 1 نيجاتيف على فيو 1 بوزيتيف، بس كل ما فيها سبجكت تو ا سيرتن كونديشن ان في 2 بوزيتيف equal to zero. يعني at the end ال S11 هو المفروض الريفلكشن كوفيشن اللي احنا عارفينه، صح؟ تمام. بس حاطين كونديشن ان بورت 2 لازم يكون متوسع لماتش الدور، صح كده؟ تمام. تمام، يبقى اذا انا ال S11 الريفلكشن كوفيشن دايما لما باجي بقيسه بيبقى with respect to ايه؟ certain reference impedance. تمام. فدلوقتي انا لو حبيت احول من الاس بارامتر للزد بارامتر، الاس it is a normalized quantity، reflection coefficient is a normalized quantity، صح؟ تمام. الزد بارامترز it is not a normalized quantity، يعني واحده normalized with respect to z نوت دي الاس بارامترز، الزد بارامتر دي الابسولوت فاليو للزد، فلازم وابدا يكون الريفرنس امبيدنس اللي انا بقيس عليه الاس بارامتر دوت لازم يكون معروف ومحدد عشان اقدر احول من الاس بارامتر للزد بارامتر. تاني الكلام، تاني الاس بارامترز ده ريفلكشن كوفيشن وترانسميشن كوفيشن، خلاص نورمالايز وذ ريسبكت تو ايه ا سيرتن امبيدنس. الدايره اللي معايا ديت خلاص اقدر اكتبها بدلاله الاس واكتبها بدلاله الزد واكتبها بدلاله الواي. انا لما بكتب الدايره اللي قدامي دي بدلاله الزد يبقى معنى كده ايه؟ الدايره بقت فولي كاركترايزد كذا اوم، زد 1 1 كذا اوم، زد 1 2 كذا اوم، زد 1 3 كذا اوم، زد 2 1 كذا اوم، خلاص يعني الكوانتيتي بتاعت الزد بارامترز ار نوت نورمالايزد، خلاص يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده انا لما بميجر الاس بارامترز لازم اكون عارف الاس بارامترز اللي طالعه لي ديت with respect to what reference impedance. الريفلكشن الكوفيشنز اللي انا بقيسه ده جاي لي بالنسبه لايه؟ انا جاي لي سيجنال ريفلكتد. السيجنال ريفلكتد ديت عباره عن ايه؟ زد ال ماينس زد نوت على زد ال بلس زد نوت. خلاص؟ يبقى اذا معنى كده انا عشان اعرف الزد ال لازم اعرف الزد نوت. صح؟ انا ممكن برضه اقول لك ان الريفلكشن كوفيشن زد ال نورمالايز ماينس 1 على زد ال نورمالايز بلس 1. الاثنين التو اكسبريشنز هيدوني ذا سيم ريفلكشن كوفيشن. صح كده؟ تمام. الاكزامبل البسيط دوت ريفلكشن كوفيشن جاما.
بيساوي زد ال ماينس زد نوت على زد ال بلس زد نوت. متفقين على الاكسبريشن ده يا شباب؟ تمام. الجاما هي نفسها بتساوي زد ال نورماليزد ماينس واحد على زد ال نورماليزد بلس واحد. هل المعادلتين دول هيدوني نتيجه مختلفه ولا هيدوني نفس النتيجه؟ نفس النتيجه. نفس النتيجه خلاص. بس مره الزد ال انا عارف الابسوليوت فاليو بتاعها، ومره الزد ال نورماليز انا عارف الايه النورمالايز فاليو بتاعها. فاهم الحته دي؟ اه تمام. فانا عشان اجيب الفاليو بتاعت الزد ال يبقى لازم اكون عارف الفاليو بتاعت الايه؟ اللي انا عملت نورمالايز عليها اللي هي الزد نود يعني؟ بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. انا عندي نفس الريفلكشن كوفيشن. الريفلكشن كوفيشن ده ممكن يجي لي بدلاله النورمالايز فاليو. النورمالايز فاليو زد ال نورمالايز طلع لي 1 2 3 4 هي قيمه نورمالايز وخلاص. انما هل ده اداني قيمه الزد ال؟ لا. لا، عشان تجي لي قيمه الزد ال يبقى لازم اكون عارف الايه؟ الزد نود. الزد نود، وهي دي الفكره كلها. الاس بارامترز نورمالايزد. الاس بارامترز كلها قيم اقل من الواحد. ان جنرال يعني لو احنا بنتكلم على الباسيف ستراكشرز يعني. خلاص؟ الريفلكشن والترانسميشن كوفيشنز اقل من، هم ليه اقل من الواحد؟ لان القيم كلها نورمالايزد. صح؟ طب دلوقتي انا لما اجيب بقى الفاليو بتاعت الامبيدنس بدلاله الريفلكشن كوفيشن يبقى لازم اكون عارف قيمه الايه؟ الامبيدنس اللي انا عملت بالنسبه لها النورماليزيشن اللي احنا بنسميها ايه؟ الريفرنس امبيدنس. فاهماني يا باشمهندس؟ اه تمام شكرا. واضح يا شباب الكلام ده؟ واضح يا شباب الكلام ده ولا الدنيا ملخبطه؟ هو ليه بس الاس نورمالايزد؟ ايه ريفلكشن كوفيشن لما انت بتيجي تحسب الريفلكشن كوفيشن زي ما اتفقنا هي زد ال نورمالايز ماينس 1 على زد ال نورمالايز بلس 1 صح؟ اه. فاذا انت لما بتيجي بتطلع الاس بارامترز هي جاست سمبلي ريفلكشن كوفيشن. مفيش فيها اي فاليو عن الزد نوت، لازم تبقى الزد نوت متعرفه. انا لما بحسب الاس بارامترز بحسبها with respect to certain زد نوت. لما انا بحسب لو انا زي الاكزامبل اللي انا كنت بشرحه دلوقتي لزميلتك، لو انا دلوقتي طلعت لك الجاما لوحدها، هل الجاما لوحدها دي تدي لك اي انديكيشن لقيمه الزد ال؟ او من خلالها تقدر تاكستراكت الابسوليوت فاليو بتاع الزد ال الجاما لوحدها؟ لا، لازم اكون عارف الزد نوت. بالظبط كده، نفس الكلام بالاس بارامتر. الاس بارامتر عباره عن ايه؟ عباره عن ريفلكشن كوفيشن وترانسميشن كوفيشن. هل الفاليو بتاعت الاس لوحدها تقدر تعرف منها قيمه الامبيدنس؟ لا، لازم اكون عارف الايه؟ الزد نوت. ريفلكشن كوفيشن. لازم اكون عارف الزد نوت الريفرنس امبيدنس. الاس بارامتر هي جاست ريفلكشن كوفيشن. الفاليو بتاعت الاس بارامتر باي اتسلف خلاص ما تقدرش منها تاكستراكت الفاليو بتاعت الامبيدنس خالص. لازم اقول لك الاس بارامترز ديت was measured with respect to reference impedance بيساوي كذا عشان اقدر اعمل الترانسفورميشن ديت. الترانسفورميشن اللي قدامنا ديت انا عندي الاس، طب من غير الزد نوت تعرف تجيب الزد؟ لا. هي دي الفكره الاساسيه. يبقى الاس بارامترز باي اتسلف زي الريفلكشن كوفيشن. في معلومه فيها هيدن. ايه هي المعلومه الهيدن؟ ان كل حاجه متجابه بدلاله سيرتن ريفرنس امبيدنس. فالاس بارامترز دي از نورماليز كوانتيتي. انا عشان اقدر اريستور واكستراكت الانفورميشن بتاعت الامبيدنس ولا بتاعت الواي ولا بتاعت الاي بي سي دي ولا وات ايفر اني بارامترز لازم اعرف هي الاس بارامترز اللي عندي ديت متقاسه وذ ريسبكت تو وات ريفرنس امبيدنس.
واضح الكلام يا شباب؟ باشمهندس تمام. تمام كده؟ أسئلة تانية يا شباب؟ دكتور، عايز سؤال تاني في البرنامج بتاع تي اكس لاين اللي احنا استخدمناه في الاساينمنت. اوكي هو ليه ما كانش بياخد مننا البارامتر بتاع اللي هو الـ A اللي هو الـ Width ده، مع ان هو محطوط في المعادلة اللي احنا كنا بنشتغل بيها وبيفرق بتوع قيم للـ Z ال بنقط مختلفة؟ تي اكس لاين بياخد لو في المايكرو ستريب هياخد منك الويتس دبليو والسبستريت هايت والابسلون ار، وممكن ياخد منك مثلا تخانه الكوندكتور يعني، لا ممكن تدخلها له برضه. يعني بس انا ما شفتش عليه البارامتر اللي هو بتاع الايه اللي هو الويتس يعتبر، ايه دوت انت بتتكلم عن ايه؟ اللي هو إيه العرض يعني لما العرض بتاع الصندوق العرض. نفسه يعني؟ لا، لان هو الفكره كلها المعادلات ديت، المعادلات اللي احنا شرحناها دي معادله ده بيزد ابون اناليسيس للابلاس ايكويشن. خلاص، المعادلات اللي بيستخدمها تي اكس لاين بتبقى بيزد ابون امبيريكال ايكويشن، تمام. واخد بالك؟ هو مش هيعمل لابلاس، لان زي ما قلت لك لابلاس في حد ذاتها مش نقدر نقول از نوت سفيشنت يعني، لابلاس تمام. فيها فرضيات كثيره، انما هو لما هيستخدم امبيريكال ايكويشنز، المفروض الامبيريكال ايكويشنز تديله نتائج اكثر دقه من لابلاس. تمام، ماشي، تمام. شكرا. لا، اسئله ثانيه يا شباب؟ ماشي يا دكتور، سؤال أخير بس له علاقة بالريبوت. السؤال الاخير ليه علاقه بالايه؟ الريبوت بالريبورت. تمام. هو كان مطلوب مننا في الحساب بتاع واحنا بنجيب اصلا الامبيدنس من الكاباسيتنس اللي احنا حسبناها من الريليشن اللي احنا طب عملنا عليها سؤال لوب في عمل. شباب قبل، معلش اسف يا احمد، اخبار باشمهندس صواف معاكم ايه؟ انا عارف، انا سمعت ان صواف هو اللي معاكم. هو ادالنا تاني سيكشن بس كان اونلاين. طب وانتوا الاخبار؟ يعني الحمد لله. انتوا عارفين صواف هو شغال، هو كان هو صواف كان المفروض يتعين بس هو غالبا مش عايز يتعين يعني، هو شغال في منتور. فلو في اي ايشوز يا شباب جس بلغوني يعني، هو ومريم بيكوردينيتوا مع بعض السكشن يعني. تمام، اتفضل يا أو كنت بقول على الحته بتاعت الفيز فيلوسيتي، لما اجي انا عندي تو ريليشنز اللي اصلا بجيب منهم بنقل من الكاباسيتنس الامبيدنس، الفيز فيلوسيتي المفروض انا بقسم على الابسلون ار، بقسم على الابسلون ار افكتيف، تمام، عشان القيم تقرب. ففي حاله المايكرو ستيرب المفروض اللي هي القيم لو انا قسمت على الابسلون ار بس ساعتها القيم هتبعد، طبعا. تمام، ولو هستخدم الابسلون ار في الابسلون ار افكتيف في حتى المايكرو ستريب الابروكسيمت اكسبريشن بتاعها هي ابسلون ار زائد 1 على 2 يعني، عشان بس يعني ده عادي يعني. ده يعني دي ممكن استخدمها على طول في لا الكود مش يعني. قوي كده يعني، بقى دي نقدر نسميها رود، او يعني بيسموها ايه يعني تف ابروكسيميشن، بس هي تيز ابروكسيمت الناس بتحسبها كده يعني. الابسلون ار افكتيف ابسلون ار 1 على 2 يعني، بس يعني هو حاطين ليها معادلات وبتاع فتيك كير يعني. تمام، يعني لو استخدمها في الكود مثلا استخدمها اللي هي ريشيو بين تو كاباسيتنس السي والسي نوت ولا؟ طبعا في الكود هتعمل الكود يعني. تمام، شكرا. لا معلش، حاجة تانية، هو الرسمة برضه المفروض نفس من الكاباسيتنس والإمبيدنس ولا الكاباسيتنس بس؟ مش فارقه يعني، انت لو رسمت الكاباسيتنس فيرسز النمبرز اوف الفانكشنز اللي انت عايزها يعني زي ما تتفق مع المعيد مش فارقه يعني. انا بس الاوبجيكتيف من الاساينمنت دوت انك انت تشوف ان ازاي اللابلاس ايكويشنز وحلها والاوردر اللي انت بتاخده قد ايه كبير والتايم كونسيومد قد ايه، وما دام بيجي فيها يجي واحد يحط لك امبيريكال ايكويشن مش محتاجه كل القصه دي كلها يعني. ده لسه كمان بعد شويه، بعد تخيل بقى بعد الماشين ليرنينج وكلام زي كده، كل الحاجات اللي هي ملهاش ايكويشنز هتحط لها ايكويشن باستخدام الماشين ليرنينج يعني. الناس تفضل تطلع تعمل سيميليشن وتطلع نتائج وخلاص، وبعد كده السيميليتور يبريدكت بيزد ابون الماشين ليرنينج يعني. المرحله القادمه مرحله عنيفه في الالكترونكس وفي السيركتس، وكل مفاهيم الامبيريكال ايكويشنز والفيزيكال اندرستاندنج للفينومينا الى الكلام ده كله الى حد ما يمكن هيتلاشى قريبا يعني. فبرضو انا اشجعك يا شباب على قراءه الماشين ليرنينج يعني. اسئله تانية يا شباب؟ دكتور، وانا داخل يعني على تيمز النهارده كان في مشكله ان انا مش لاقي الـ يعني مش عارف ادخل على الميتنج يعني.
ما انت خد بالك بس يا شباب، لان في للاسف الشديد تيك كير ان غالبا عاملين تو شانل، يعني الكليه رابطه ال ام اس بمايكروسوفت تيمز، فبيحصل ان هم عاملين التيمز بتجنريت اوتوماتيك. فلو سمحتوا مع زمايلك كده تابعوا الشانل اللي احنا شغالين عليه، بتهيألي في 2 شانل بنفس الكود يعني. يعني طب حضرتك التشانل دي موجوده على ال ام اس؟ لا 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 لا، مالكش دعوه بال ام اس، خليك مع تيمز وتابع وبص وخش دايما على التشانل اللي تلاقي فيها المحاضرات اللي فاتت موجوده وفيديوهات وداونلود وكلام زي كده تمام. عشان ما تخافش دلوقتي اصل إيه، صوت بيقطع يا باشمهندس، صوت بيقطع محمد، صوت بيقطع. هو الاحسن طبعا يا شباب تبقى في الكالندر عندك، المفروض تخش على الكالندر بتاعتك انت احسن. انا بخش كده في الحقيقه، لان انا برضو في تو تيمز وانا الواحد برضو بيتلخبط، فبخش من الكالندر ومن الكالندر بجون الميتنج. تمام كده الصوت طيب يا دكتور؟ معقول كده يا محمد؟ هو حضرتك انا كنت يعني كنت المحاضرات اللي فاتت لحد اخر محاضره كنت بحضر عادي في تشانل، بعدين ما نفس التشانل. ما انا لا بص احسن يا شباب خش من انا بخش من الكالندر، يعني بشوف الكالندر عندي المحاضرات المتسجله فيها واروح داخل يعني، تمام عشان ما يحصلش لخبطه. بس اصلا بيغيروا الاسماء، فانا نفسي انا بتلخبط يعني، فبي فيري كيرفول يعني. اوكي تمام يا دكتور. اسئله تانية يا شباب؟ طيب محمد ماجد، احنا هنتقابل الساعه 1:30 عشان الماركتينج. ماجد 1:30. طيب كده كويس الساعة دلوقتي، خلاص الساعة 12، يبقى بعد ساعة ونص يا شباب نتقابل عشان المقر. شكرا جدا يا شباب، ويلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.